هنا حميدة، انظروا إلى كثافة السير ومشقة السفر. هذا البابور يسحب أحد السيارات الذي تعطلت هنا، أما بقية السيارات منتظرة هناك. هذه أحد السيارات التي وقفت وسط السير. طبعا واضح انها شغالة ايضا وسط السيل لكنها دون فائدة. هنا ايضا سيارة هيلوكس وبابور، هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الطريق حيوي للغاية. ومن مصلحة الكبير والصغير والغني والفقير إصلاحه، وصدقة جارية وإحياء لنفس. السيل كثيف اليوم هذا، ينظر البابور على معاناة وهو بابور ذو ارتفاع عالي. هذا ربما يتبع عبد محمد عباس، لا متأكد. عمنا عبد محمد عباس ربما هو له. فقط وراقبوا كثافة السير. من الآن لم نتوقف عن التصوير. انظروا هنا لا زالت أيضا اثنتين سيارات، هذا فقط مقارنة للمسارين وخدمة المجتمع أيهما أكثر فائدة وخدمة. هذا الشريان الرئيسي، نحن عندما كنا نقول حوف الحنش أو حوف المستقبل كما سموها لاحقا، فانظروا على عدد السيارات التي تمر يوميا من هذا المكان. هذه الأعداد من السيارات خلال فترة وجيزة. خط ساخن بمعنى الكلمة، ولكن انظروا للمعاناة، فتخيلوا في حال ما يكون هناك طريق اسفلتية كيف بيكون المشي هنا. ربما سنعاني من ازدحام السير. هنا الآن انظروا السيارات والبوابير والقاطرات لم تتوقف، وهؤلاء أيضا معطلين منتظرين أن يهدأ السيل. هؤلاء المغامرون فقط. السلام ورحمة الله. هؤلاء المغامرون مفجر مفجر مفجر. نحن لازلنا على التصوير. انظروا للمعاناة. سبحان الله سبحان الله. طبعا اظن هذا القدر كافي من التصوير. ربما نتوقف الان، هذا نموذج بسيط.
فهذه الرسالة إلى رئاسة المشروع ومن يهمه الأمر وإلى فاعلين الخير، بأنه الله الله بالأولويات والصدقات. هذا البابور كان أخشى عليه من انقلاب. بعد أن يعبر هذا البابور، هذا الآن نحن الآن في حميدة، أسفل حميدة، المنطقة معروفة وغنية عن التعريف. نحدثكم مطهر صالح. أنا طبعا أيضا سيارتي هنا في الانتظار. لا، ريثما يهدأ السيل قليلا ثم نغامر في العبور. ايضا صاحب متر هناك معطل، هذا صاحب متر هنا موقف. ربما اكتفي بهذا القدر، انا اطلت بعض الشيء. شكرا جزيلا، مع السلامه.